كاس اليوم. إذن أيها الأخوة الكرام، لحظات ونشاهد مالك زعفرانة عتيق بن حمد بن قريع المري يتسلم في هذه اللحظات، يتسلم الخنجر، خنجر أشواط البكار المتاهلات. يستاهل أبو حمد، ومبروك هذا الفوز. يتسلم الآن من يد المنسق العام سعود بن سلطان المسيفري، ويستاهل أبو حمد يتسلم في هذه اللحظات خنجر الزعفرانة. أيضا شوط القعدان السمندر، يتسلم محمد بن علي بن مثيب المري نيابة عن علي بن محمد بن فطيس خنجر السمندر وخنجر القعدان متأهلات. أما في هذه اللحظات صالح بن حمد بن حديد يتسلم كاس الكايدة، ولا هذا مالك سيد فهيد بن سلعان يتسلم في هذه اللحظات. فهيد أيضا يستاهل، مبروك يستاهل فهيد بن سلعان مالك سيد هذا الفوز. وأيضا نبارك لمالك الكايدة صالح بن حمد بن حديد المري على فوزه، ونبارك أيضا لكل الفائزين، مبروك لكل من فاز في هذا اليوم.